حول قطاع المواد الأساسية والإسمنت. تحديدا على الهاتف معنا رجل الأعمال والمطور العقاري السيد خالد السعود. أهلا وسهلا فيك سيد خالد. أهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا فيك. بداية بحكم العمل في هذا المجال كمطور عقاري منذ فترة طويلة وقبل الدخول حتى في تفاصيل قطاع المواد الأساسية من ناحية استثمارية وقيم تداول، نريد والمشاهدين لمحة عن أهم النقاط في قطاع الإسمنت في المملكة، وما هي العوامل أيضا الرئيسية ودوافع النمو في هذا القطاع حتى 2030؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم لهذه الدعوة ومشاهديكم الكرام. طبعا السعودية تعتبر أكبر سوق في دول الخليج، وهذا بفضل الله، وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أفضل سوق من حيث الاستهلاك الفردي والربحية عالميا. لذلك أصبحت لدينا قوة في التمركز في طلب الإسمنت فاقت 1,800,000 طن سنويا. فاقت كوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وأفريقيا الجنوبية كذلك. نعم. دول الخليج إن أردنا مقارنة بالسوق الإماراتي وهو الأضخم أيضا في هذا القطاع، أيضا السعودية تبرز ب 200,000 سوق إماراتي. أما عن دوافع السوق اليوم بعيد يتحدث عنها بشكل مباشر. نعم سيد خالد، اليوم يعني جميع مناطق المملكة كما يشهدت توسع إقامة المشروعات المختلفة كما ذكرت قبل قليل في الإحصائيات المختلفة، هناك مناطق رئيسية تعد هي الأكثر طلبا؟ عندنا برنامج المخصص حوالي 55 مليار. نعم. في لو تم فرضه ان شاء الله باذن الله سيكون دافع كبير للسوق، وعندنا 35 مليار زياده في الانفاق في صندوق الاستثمارات العامه، صندوق التنميه العقاري، وعندنا مليون منزل ان شاء الله لحلول عام 2022، برنامج سكني باشراف وزاره الاسكان، وعندنا حوالي 64 مليار بنيه ترفيهيه في حدود 2028 ان شاء الله، وعندنا بنيه فيهم حدود 500 مليار. نعم. عندنا 32 مليار حق سوق الربح العقاري. نعم، يعني إذا ودنا ننتقل إلى قطاع الإسمنت أيضا سيد خالد كأداء استثمارية اليوم في السوق السعودي وهو أحد القطاعات القيادية في السوق، يعتبر السعودي تداول أيضا القطاع الذي يتمتع كما نعرف والمستثمرين بدرجة عالية من السيولة بخلاف طبعا القطاعات الأخرى. السؤال الأهم والأبرز يعني لدينا أو لدى المستثمر في هذا القطاع، كيف ترى مستقبل الاستثمار في هذا القطاع؟ المستقبل انت عارفه باذن الله حياه طيب باذن الله. نعم. الاسمنت عارف اداه استثماريه وهذا قطاع قياديه في السوق السعودي تداول، وهو ايضا القطاع الذي يتمتع بدرجه عاليه من السيوله بخلاف القطاعات الاخرى. نعم، اذا نشكرك المطور العقاري ورجل الاعمال السيد خالد السعود، شكرا لك. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.